السلام عليكم يا جماعه. احنا اهل الاقصر وهذا اللي بيحصل مننا من الداخليه. طلقات. انا اخويا مصاب اخذ طلق ناري دخل من الصدر طلع في الظهر، وشخص ثاني ضربوه قتلوه في الجسم. وليه ذنبه ايه ده؟ ما ذنبوش حاجه غير انه ما وقفش للبيت. البيوت امبارح اللي ضربت على المسرحيه بتاعت بيوت اللي اتضربت، بيوت اللي اتضربت فموتوا. دخلوا على بيوتنا وكسروا حرمه البيوت، دخلوا على الناس يونايم اخذوها 30 واحد و30 واحد. والسيد مدير النيابه والسيد مدير الامن بيقول لك الكلام ده ما حصلش، احنا ظبطنا شرفاء.